صحيح ان هناك اغذيه كتجلب الراحه والسعاده، وهذا اللي غنتعرفوا عليه معك للعفاف حفيظ، كيفاش نرفعوا التوتر بماكله اللي هي صحيه وبمواد اللي هي غذائيه اللي خصنا نركزوا عليها اليوم. دكتور عفاف، اهلا وسهلا بك. بارك الله فيك لاله جهاز، كلشي بخير مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله. مرحبا دكتوره. بارك الله فيك، بارك الله فيك اخ جهان. طيب تكلمنا على التوتر والأغذية الجالبة للتوتر، تكلمنا على أنه التوتر كيف تحشى الشهية، في حين أنه يقدر يسد الشهية للناس أخرى، ولكن حنا بغينا كما كنقولوا ارتاحوا لا في ذاتنا ولا في نفسيتنا ولا في الدماغ ديالنا لالا عفاف حافي، لأن هذا كيبان حتى على طاقتك الإيجابية اللي ممكن أنها تعطيها للناس اللي دايرين بك. كيفاش ممكن هاد الأغذية هذه تعطي هاد السحر هذا ديال السعادة؟ وشنا هي هاد الأغذية اللي كتسطري عليها اليوم كتقولي خاصكم تاخدوها كل نهار وبهاد الكمية لالا عفاف حافظ؟ دونك اولا كما قلتي التغذيه كتلعب واحد الدور مهم في انها يعني تنقص لينا من داك التوتر اليومي اللي كنعيشوه، حيت كما كتعرفي ان الدماغ ديالنا كيخدم يعني بالنيوتريمون اللي حنا اللي كنعطيوهم له. دونك كل ما عطيناه شي حوايج اللي غادي يعاونوه غيعاونوه على انه يفرز الهرمونات الجيده وانه يقلل من الافراز ديال الهرمونات اللي ماشي مزيانه، فهاد الشيء كامل كيعطينا واحد النتيجه اللي هي مزيانه وكيعطينا واحد النفسيه اللي هي مرتاحه. دونك كاينين مكونات لي نوتريمون هما اللي كي يعني اللي كيعاونوا الدماغ على انه ينقص من التوتر. يعني دابا غادي نعطي شنو هما هاد المكونات، ومن بعد غادي نعطي شنو هما الاغذيه اللي كيتواجدوا فيهم هاد المكونات بشكل كثير، يعني شنو هما الاغذيه اللي خاصنا ناخذوا. دونك اول مكون واللي هو معروف عند الجميع اللي هو المغنيسيوم. المغنيسيوم هو الدور ديالو انه كيساعد الجهاز العصبي على انه يخدم مزيان وكيعاونو على داك البون فونكسيونمون ديالو. دونك هو شنو العلاقه ديالو بالتوتر؟ المغنيسيوم هو كيهبط لينا بواحد الشكل كبير الافرازات ديال الهرمونات ديال التوتر. دونك هو كيأثر على لا غلوند سوغينال وكيخليها انها ما تفرش بزاف هذاك الكورتيزول اللي هضرنا عليه اللي هو كيسبب لينا داك التوتر ودوك ردود الافعال. هذا من جهه، ومن جهه اخرى كيعاون الافراز ديال الهرمونات اللي كتخلينا نشعروا بالراحه بحال السيروتونين اللي كنسميوها هرمونات السعاده. واصلا من بين العلامات ديال انك باش نعرفوا ان شي شخص عنده نقص في المغنيسيوم هو داك التوتر المستمر. فاش كيكون عندنا نقص في المغنيسيوم كيعطينا التوتر المستمر، وفاش كيكون نقص حاد في المغنيسيوم كيقدر يدخلنا في الاكتئاب او لا ديبرسيون. والمشكل في المغنيسيوم هو اننا في الحالات ديال القلق في بوندون لو ستريس كيكونوا عندنا ان المغنيسيوم كنخسروا المغنيسيوم عبر الافرازات البوليه ديالنا، وهذا الشيء سو لاكسيون ديال واحد الماده اللي هي الكاتيكولامين. هذه كتكون في لو ستريس وكتخلينا اننا نفقدوا كميات من المغنيسيوم. عليها في بوندون لو ستريس فاش يكون الواحد ستريسي خاصو يحاول ياخذ كميات ديال المغنيسيوم باش يحاول يريكومبونسي هذيك هذاك فوالا يعوض هذيك الخساره اللي كيخسر. دونك هذا هو المكون الاول. المكون الثاني هو لا فيتامين سي. لا فيتامين سي هي انتي ستريس، هي معروفه انتي ستريس. منشطه كتهبط لينا من الكورتيزول، كتهبط لينا من الضغط الدموي، وهي سيت ان انتي اوكسيدون يعني مضاد اكسده، يعني كيقضي لينا على دوك الجذور الحره، حيت الجذور الحره فاش كيكونوا عندنا كثر في الجسم هما كيديو لينا الستريس والاضطرابات. وكترفع لينا لي زونتيكور ديالنا في الجسم، المضادات الحيويه. دونك كتنقي الجسم، كتقضي على الفيروسات، حيت هو الجسم فاش كيكون عندنا جسم ملوث فهذا عامل انه كيخليه كيعطي داك لو ستريس، حيت العقل ما كيخدمش مزيان، ما كيوصلوهش لي نوتريمون اللي خاصينو، لي غلوند ما كيخدموش مزيان، دونك اوتوماتيكمون كنلقاو راسنا في ان ستريس. ولا فيتامين سي طبعا راه كتكون هي سيتون فيتامين ايدغوسوليب، يعني كتذوب في الماء، دونك كنلقاوها في الحوايج اللي فيهم الماء بزاف. من بعد غادي نهضروا على شنو هي الاغذيه اللي خاصنا ناخذ. دونك
المكون الاخر هو مجموعه الفيتامينات ب، وهذه الفيتامينات هي كنسميوها فيتامينات الخلايا الدماغيه، حيت هي كتاثر بواحد الشكل كبير على الخلايا الدماغيه. دونك كنلقاو فيها لا فيتامين بي 1 وبي 2 اللي كتعاوننا على البون فونكسيونمون ديال الجهاز العصبي. لا فيتامين بي 2 كتحمي لينا الخلايا ديالنا من الجذور الحره ومن داك لو ستريس اوكسيداتيف. عندنا لا فيتامينات، عندنا خصوصا البي 9 والبي 12 والبي 6 كتساعدنا على الافرازات ديال الهرمونات ديال اللي هما ضد التوتر لي زانتي ستريس، وعلى راسهم كنلقاو الدوبامين والنوربينيفيرين. واصلا فاش غتلقاي هذوك لي كومبليمون دابا اللي كيداروا اللي زعما انتي ستريس ديال الراحه، وهذا غتلقاي فيهم الفيتامين ديال جروب بي بواحد الشكل اللي هو كبير. فوالا دونك هادو هما كما كنقولوا القيم الغذائيه اللي ممكن انها تتعاون في رفع التوتر. نعم فوالا. وكاين الاوميغا 3، الاوميغا 3 اللي هو واحد الحمض الدهني اساسي للدماغ. اللي حنا عندنا الدماغ ديالنا فيه واحد الذرات اللي سميتهم لي زوندو كانابيونويد. هادو شنو كيديروا؟ هادو هما اللي كيخليونا كيحميو لينا داك الدماغ ديالنا من داك ستريس ومن داك التوتر. كل ما كيهبطوا، يعني كل ما كتهبط العدد ديالهم كل ما كيتزاد لينا لو ستريس. عليها الناس اللي كتكون عندهم اون ديبرسيون كيكونوا كتكون عندهم هاد الذرات هذه بواحد الشكل اللي هو قليل. شنو اللي كيساعد في الرفع ديالها؟ هما لي زوميغا 3. يعني كل ما عطيناهم لي زوميغا 3 كل ما كيطلعوا، كل ما كينقص لينا هذاك لو ستريس، كينقصوا لنا دوك لي هرمون ديال لو ستريس، كينقص لينا التوتر. المكون الاخر اللي هو الحديد. الحديد كي عنده واحد الدور في الـ في الـ في الفابريكاسيون ديال الهرمونات ديال السعاده، السيروتونين والدوبامين، كيعاون على ان الدماغ يخدم مزيان، عنده دور في توصيل السيولات العصبيه. عندنا ايضا البوتاسيوم. البوتاسيوم هو كينقي الجسم ديالنا، سيت ان ديتوكسيفيان. فاش ما كناكلوهش الجسم ديالنا كيكون ملوث، كيكون عامر بالسموم. هادوك السموم ودوك المواد الضاره كتاثر لنا على الجهاز العصبي، دونك كتعطينا ارتفاع في الاعصاب وارتفاع في التوتر. والماده الاخيره اللي غنهضر عليها هي التريبتوفان. هاد التريبتوفان هو كيعاون بواحد الشكل كبير في الافراز ديال هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده. والناس اللي عندهم نقص التريبتوفان اوتوماتيكمون كتكون عندهم اون ديبرسيون، كيكون عندهم اكتئاب. هاد التريبتوفان شنو هو؟ هو واحد الحمض اميني اساسي، كيعاوننا على النوم الجيد، كيعاونا على المزاج الجيد. كان فين فوالا فين كنلقاوه بزاف؟ حيت هذا ما معروفش، كنلقاوه بزاف في البنان، كنلقاوه بزاف في اللوز، في القرقاع، في القطاني، في الروز. دونك هادو هما يعني المواد او لي نوتريمون لي زونتي ستريس. نعم دابا نمشيو باذن الله لهاد الفواكه والخضار والاشياء اللي ممكن اننا ناخذوها فيها هاد القيم الغذائيه للعفاف. دونك اول حاجه قبل ما نعطي الفواكه والخضار بغيت نمشي غير واحد النقطه، ان سي فغي ان التغذيه كتلعب واحد الدور مهم في انها كتحيد ستريس، ولكن راه بوحديتها راه ماشي كافيه. يعني راه خاصنا واحد لو مود دو في، خاص الانسان يكون كونسيون بان هاد ستريس راه هو يعني راه هو خايب، راه هو كيضر الجسم ديالو، وغيحاول انه هو يحاول يبدل هذاك لو مود دو في ديالو في نمط الحياه ديالو. فوالا نرجعو ان مود دو في سان بزاف ديال الحوايج. دونك اول حاجه هي شرب الماء. يعني قبل ما ندخلو في الاغذيه غنهضرو على الماء. الماء عنده واحد الدور مهم في انه كيهبط لو ستريس. دونك الواحد فاش يكون ستريسي يحاول يشرب الماء بزاف، يعني شحال ما قدر يبقى يشرب الماء، حيت اصلا مهم جدا. فوالا حيت اصلا الماكله بوندون لو ستريس ما كنصحوش بها بزاف، حيت كيما قلت الواحد يقدر ياكل واحد الكميات اللي هي كبيره بزاف. كنعطيو بعض المواد اللي غادي نهضر عليها هذوك مسموح بهم انهم يتخادوا، ولكن ليسونسيال اللي كنركزوا عليه هو الماء. دونك المكون اللي غادي نهضر عليه هو التمر. التمر يعني فوالا التمر، حيت كيما قلت الكورتيزول هو كيطالب الجسم بالطاقة. دونك الجسم كيمشي لما هو حلو، يبغي ما هو حلو ما هو سكري. قلنا أن السكر الأبيض ولا السكر السريع عنده مدار خايبة اللي هضرنا عليها البارح. دونك باش نقدروا نعوضوا هاد
يعني هذا لو بوزوان ديال السكر بالتمر. التمر هو غني بالبوتاسيوم، هو غني بالمغنيسيوم، هو غني بالفيتامين اللي كيعطيونا هذاك الكالم، واللي كيعطيونا هذوك لي هرمون ديال السعاده، لا سيروتونين والدوبامين. نعم. وشويه الحركه وشويه ديال المشي حتى هي كت ضروري ضروري ضروري، تنشط الدوره الدمويه مود دو في كامل. نعم. ماشي غير التغذيه بوحديتها. نعم نعم. ونبعد على المشاكل ونقلب على البلايص غير اللي فيهم يعني الفرحه والنشاط والابتسامه والطاقه الايجابيه للعفاف، ياك؟ طبعا داكشي اللي كاين على الجهاز. طبعا. نعم. طيب نمشي، وانا كتعجبني الشوكولا، يعني هذه حتى هي من على راس الاشياء اللي ممكن انا كتنصحينا بها للا شوكولا، ولكن شوكولا هنايا راه كنركز على الكاكاو يعني فوالا، حيت المكون اللي كيحيد لنا لو ستريس هو الكاكاو. حيت دابا الشوكولا اللي كنلقاوها كتباع راه كتلقاي بعض انواع الشوكولا اللي راه اللي ما فيهمش، فيهم واحد النسبه اللي هي قليله بزاف من الكاكاو وعامره غير بالسكر. نعم. يعني نعم. انا عند بالي راه كناكل الشوكولا، ولكن نعم. انا راه كناكل غير السكر الابيض. نعم. الشوكولا غنمشيو للكاكاو. الشوكولا شنو فيها؟ فيها واحد الماده اللي هي الفينيل تيلامين، هذه هي اللي كتعطينا لا سيروتونين. عليها كنلقاو ان الاكل ديال الشوكولا مربوط بالافراز ديال هرمون السيروتونين. فوالا. نعم. وكيعطينا هذاك الارتياح وهذيك السعاده، وهي غنيه بالمغنيسيوم. نعم. اللي هضرنا عليه واللي قلنا انه يعني كيهبط لنا لي زهرمون ديال لو ستريس. طيب دكتوره عفاف حفيظ، احنا سعداء اننا كل صباح كنسمعوا صوتك، وباذن الله غدا ان شاء الله غنواصلوا في نفس المواد الغذائيه الجاذبه للسعاده والرافعه للتوتر معك دكتوره عفاف حفيظ المختصه في التغذيه والحميه بمدينه قنيطره. شكرا.
Why is she a master's student? Why is she a master's student? I'm a spider man.